انا شايف اسئلة كثيرة جياني في موضوع الاحداث الاخيرة، شوفوا ايها الاخوة في ذهني كلام كثير لأقوله وفي قلبي كلام أكثر من هذا، ولكني أفضل أن أصمت. وأنا أريد أن أصمت لكي يتكلم الله. وثقوا وثقوا ثقوا أن صمتنا قد يكون أكثر تعبيرا، والله يسمع هذا الصمت، الله يسمع هذا الصمت ويدرك كل معانيه وكل ما نعانيه.